إجراءات أمنية مشددة تشهدها مدينة بريسبين الأسترالية حاليا قبل استضافتها لاجتماعات قمة مجموعة العشرين. فقد احتشد نحو 6000 من قوات الشرطة و1900 جندي من قوات الجيش في مناطق مختلفة بالمدينة لتأمين القمة التي يحضرها عدد من زعماء أغنى دول العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتشمل الإجراءات الأمنية غير المسبوقة الاستعانة بأجهزة الروبوت في اكتشاف القنابل واستخدام طائرات استطلاع في مراقبة التجمعات داخل المدينة. وسيسمح لسبع وعشرين جماعة فقط بتنظيم احتجاجات بالقرب من مقر انعقاد قمة العشرين، ومن بين هذه الجماعات المناهضون لظاهرة تغير المناخ وجماعة بيتا للدفاع عن حقوق الحيوانات. إلا أن بعض الخبراء ومنهم جيمس جودمان الأستاذ المساعد بجامعة التكنولوجيا بسيدني والذي شارك في تأليف كتاب العدالة العالمية لا يتوقعون وقوع احتجاجات على نطاق واسع في بريسبين خلال القمة المقبلة. القضايا التي سيتم مناقشتها غير محددة بقوة كما كان الأمر منذ بضع سنوات، فالناس يتحدثون عن حركة العدالة العالمية باعتبارها شيئا من الماضي، كما يتحدثون أكثر عن عدالة المناخ وما إلى ذلك وخاصة في أستراليا. لذا فإنني لست واثقا بشأن ما إذا كنا سنرى أعدادا كبيرة من المحتجين خلال القمة. وتحظر القوانين الخاصة بقمة مجموعة العشرين على سكان المدن التي تستضيفها استخدام أكثر من 50 مادة غير ضارة في العادة في أماكن محددة بالمدينة، ومنها ألواح ركوب الأمواج والبيض المجمد والزواحف والتي قد يتم استخدامها كأسلحة. خالد حسين، رايترز.